نشوف صورة بقى ونشوف كاميرتنا النهاردة موجودة فين. زي ما قلت لكم احنا بنحاول مش بس جوه الاستوديو لكن كاميرتنا وزمايلنا ومراسلنا بيكونوا موجودين، يعني بنختار كل يوم محافظة مكان ما في القاهرة، فنشوف الأوضاع، نشوف المرور، نشوف حالة الناس، نشوف البرد كمان ازاي أثر على الحركة وعلى الإيقاع. معانا زميلنا محمد سلامة. محمد موجود في محيط جامعة القاهرة في الجيزة. يعني مساء الخير يا محمد، ازيك؟ مساء الخير يا لبنى. طبعا من محيط جامعة القاهرة احنا موجودين دلوقتي، وتحديدا تفضل محمد. طبعا احنا ماشي فندم، احنا في محيط جامعة القاهرة وتحديدا في شارع النهضة. طبعا محيط جامعة القاهرة بيشهد حالة من السيولة المرورية الكبيرة اللي موجودة زي ما واضح معانا في الكاميرا. طبعا محيط جامعة القاهرة كان من المناطق الأكثر ازدحاما في مصر، وكانت دايما طبعا بحكم الأماكن اللي موجودة فيها، الأماكن الحيوية زي جامعة القاهرة بكلياتها المختلفة والمكتبات اللي موجودة في بين السرايات والمنشآت الحكومية اللي موجودة، طبعا ده كان بيأثر على حركة المرور. يمكن في السنتين اللي فاتوا احنا شفنا تطور كبير حصل في محيط جامعة القاهرة من عدد من الأنفاق، 3 أنفاق تقريبا تم إنشائهم أو تم استحداثهم في محيط الجامعة. ده سهل الحركة المرورية بشكل كبير، ده بالإضافة طبعا لتوسعة الطريق وأعمال التطوير اللي تمت في محيط جامعة القاهرة. زي ما احنا شايفين طبعا نتيجة هذا التطوير بتظهر في الشوارع الآن، يمكن حتى في فترة الظهر كمان احنا بنلاحظ حركة السيولة المرورية القادم من كوبري الجامعة أو المتجه إليه، وأيضا المتجه إلى كوبري صفت اللبن من الجانب الآخر من عند جامعة القاهرة أو القادم من الطريق الدائري. طبعا كل ده كان بيشهد طبعا حالة ازدحام شديدة الناس كانت بتعاني منها بشكل كبير. احنا طبعا زي ما احنا عارفين حالة التطوير دي خلت في سيولة بشكل كبير طبعا على مدار اليوم زي ما احنا بنشوف. شكرا طبعا. جزيلا يا محمد، توصل بالسلامة ان شاء الله زميلنا محمد سلامة، شكرا ليك.